إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، وهو في حالة خطيرة جدا والموت يهدد حياته. ولكن فضلا إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. إصابة ترامب بفيروس كورونا، الرئيس الأمريكي يتلقى العلاج في مستشفى عسكري. نُقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المستشفى قبل مضي 24 ساعة على إعلان إصابته بكوفيد 19. وقال الطبيب إن ترامب يشعر بالإرهاق، لكن معنوياته جيدة، وإنه يعاني من أعراض قوية. وقال الطبيب إن ترامب أصاب بأقوى أنواع الكورونا، وهذا قد يسبب له الوفاة بسبب سنه الكبير. وعولج ترامب حتى الآن بحقن من مزيج من العلاجات التجريبية المضادة لكوفيد 19 بعد أن أثبت إصابة السيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس الكورونا أيضا. إن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس الكورونا هو عقاب من الله له حتى لم يستكمل السلطة، فسبحان الله. وعند وصوله إلى المركز الطبي لم يذهب الرئيس إلى غرفة تلقي العلاج، بل ذهب مباشرة إلى الجناح الرئيسي بالمستشفى. وأثناء ذهابه في الطريق سقط على الأرض بسبب شدة المرض، وأسرع الفريق الطبي لإسعافه. تشمل أعراض ترامب ارتفاع كبير في درجة الحرارة وفقا لشبكة سي بي إس نيوز. أصاب بهذا المرض قبل الانتخابات الرئاسية، وهي تثير عدة أسئلة حول صحته وقدرته على الاستمرار في أداء مهماته وتأثيرها على الأمن القومي الأمريكي وعلاقات أمريكا بالخارج. وأكد الطبيب المعالج لترامب أن هناك أمر سلبي لأن سنه كبير، وبالتالي فإن تأثيرات كورونا قد تزداد عليه، كما إنه يعاني من السمنة، وهذا كله يعرض ترامب للوفاة. ويقرر البيت الأبيض الآن تجميد نشاطات ترامب الانتخابية، فإن هذا الأمر سيكون خطير له. وهل سيستسلم ترامب وسيسلم السلطة إلى نائب الرئيس؟ وإذا كان غير قادر على أداء مهماته، فهل سيحذف اسمه من لائحة الانتخابات؟ هذه مسألة صعبة، ومن المتوقع أن يبقى ترامب في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة. كيف بدأ الرئيس يوم الجمعة؟ خرج ترامب عبر حديقة البيت الأبيض بعد ظهر يوم الجمعة في رحلة قصيرة إلى المستشفى. وفي مقطع فيديو نشر على حساب الرئيس الأمريكي على تويتر، قال ترامب: أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل، سأذهب إلى المستشفى. وأضاف: لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. حالة السيدة الأولى جيدة للغاية، لذا شكرا جزيلا لكم، وأنا أقدر اهتمامكم ولن أنسى أبدا، شكرا لكم. ولكن ما هو العلاج الذي تلقاه الرئيس الأمريكي؟ قال الطبيب المعالج لترامب إن الرئيس لم يكن بحاجة إلى استخدام الأكسجين، ولكن بعد التشاور مع المختصين اخترنا بدء علاجه بدواء كورونا التجريبي. لقد أكمل جرعته الأولى، إلا أن حالته غير مستقرة وفي تزايد مستمر للمرض. وأظهرت الاختبارات أن دواء كورونا التجريبي هو تم تطويره في الأصل من علاج الإيبولا، يمكن أن يقلل من مستويات الفيروس ويعجل عملية التعافي. وأضاف الطبيب أن الرئيس تلقى كإجراء احترازي جرعة 8 غرامات من هذا العلاج في البيت الأبيض، وأعطى له الدواء للمساعدة في تقليل مستويات الفيروس وتسريع الشفاء. ومع ذلك لا تزال هذه الحقنة تجريبية ولم يتم الموافقة عليها من قبل الهيئة الصحية المختصة. وعلى الرغم أن الأطباء لم تفضل هذا العلاج لأنه خطير جدا لأنه تجريبي، فقد أعرب بعض الأطباء عن قلقهم من استخدام هذا العلاج على الرئيس ترامب في هذه المرحلة. وقال الدكتور المعالج لترامب: يعتبر ترامب 74 عاما، المصنف طبيا على إنه بدين من الفئة المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لذلك أصاب به. أما ميلانيا زوجة رئيس ترامب تبلغ من العمر 50 عاما، فقيل إنها بخير وتعاني من سعال خفيف وصداع. وقالت ميلانيا إنها كانت تعاني من أعراض خفيفة لكنها تشعر بتحسن وتطلع إلى الشفاء العاجل. وتم اختبار بقية أفراد عائلة ترامب بمن فيهم نجلة زوجين بارون الذي يعيش أيضا في البيت الأبيض، وأثبتت نتائج إصابتهم بالفيروس. وتعد مستشفى ويلتر ريد التي يعالج فيها ترامب الآن هي أحد أكبر المراكز الطبية العسكرية في أمريكا وأكثرها شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المكان الذي عادة ما يذهب إليه رؤساء الولايات المتحدة لإجراء فحوصاتهم السنوية. وبموجب الدستور الأمريكي إذا أصبح الرئيس مريضا جدا بحيث لا يتمكن من القيام بواجباته فيمكنه تسليم سلطته إلى نائب الرئيس بشكل مؤقت. وهذا يعني أن مايك بانس سيصبح رئيسا بالإنابة إلى أن يسترد ترامب عافيته مرة أخرى، ويصبح بإمكانه استئناف العمل. إلا أن كل الأخبار والدلائل تشير إلى أن المرض سيقضي على رئيس ترامب بسبب سنه الكبير. لقد انقلبت الانتخابات الرئاسية الأمريكية رأسا على عقب. قبل 32 يوما فقط من الانتخابات الرئاسية أثبتت نتائج اختبار دونالد ترامب إصابته بكوفيد 19،
ونظرا لعمره 74 عاما فهو في فئة عالية الخطورة بما يتعلق بمضاعفات المرض، وسيضطر على الأقل إلى البقاء في الحجر الصحي أثناء علاجه، مما يعني أن المنافسة الرئاسية الأمريكية تبتعد عنه، لأنه اعتمد بشدة على عائلته وكبار مسؤولي الإدارة والحملة في مثل هذه المهام في الماضي. وقد يضطر العديد منهم إلى الحجر الصحي بسبب تعرضهم للفيروس أيضا، ستتعطل عمليات الحملة أيضا. كيف أصيب الرئيس الأمريكي بالفيروس؟ من غير المعروف بالضبط كيف أصيب ترامب وزوجته بالعدوى، وقال الزوجين يوم الخميس إنهما يعزلان نفسهما بعد أن ثبت إصابة هوب هيكس المساعدة المقربة لترامب بالفيروس أيضا. وبعد فترة وجيزة أكدت الاختبارات إصابتها، وقال المسؤولون إن عملية تتبع جميع الأشخاص الذي احتك بهم الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة مستمرة، مضيفين أن ترامب كان يفكر يوم الجمعة في كيفية مخاطبة الأمة أو التواصل مع الشعب الأمريكي. ومنذ بداية الوباء انتهك الرئيس مبادئ الصحة التوجيهية الأساسية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة، كما واصل ترامب تنظيم تجمعات كبيرة لحملته وحشد الألاف من المؤيدين كانوا غالبا لا يرتدون أي أقنعة. وقد ثبت بالفعل إصابة العديد من كبار مساعدي البيت الأبيض بالفيروس، بمن فيهم كاتي ميلر السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس مايك بانس ومستشار الأمن القومي روبرت وأحد المرافقين الشخصيين لترامب. وقال مسؤولون إن عملية تتبع جميع من كان على اتصال بترامب في الأيام الأخيرة مستمرة. دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل أن يصبح رئيسا يفضل ترامب دائما تناول الوجبات السريعة من المطاعم وأغلبها ماكدونالدز وكنتاكي وكي اف سي. المعروف أن رؤساء الدول يجب تحضير وجبات خاصة لهم وتكون شديدة الأمان، ولكن دونالد ترامب لم يهتم لهذه الأشياء التافهة من وجهة نظره، حيث طلب ترامب وجبة ماكدونالدز أثناء سفره بالطائرة. ودائما يتناول ترامب كل يوم بانتظام وجبة الغداء في مطعم برج ترامب في مانهاتن، ويتم إعداد شريحة اللحم الخاصة به جيدا مع الكاتشب. ودونالد ترامب كان وقتها رجل أعمال وسياسي مهم للغاية، أراد ترامب أن يقوم بعمل تجربة اجتماعية في هذا المطعم. بالتأكيد رجل بهذه الأهمية لم يتناول الطعام وسط الزبائن، حيث أن ترامب له غرفة خاصة له في المطعم الخاص به يتناول فيها الطعام الخاص به كل يوم، ولكن ترامب قرر أن يقوم بعمل تجربة اجتماعية وقرر أن يتناول هذه المرة وجبة الغداء وسط الزبائن، وكان ردة فعلهم صادمة طوال فترة الغداء كما يظهر بالصورة. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.